انا الزعيم. الزعيم وحنفي الأبهة وصاحب صاحبه، واحد من أهم فنانين الوطن العربي في العصر الحديث. صيته وصل لكل ربوع الأرض، وقدر يعمل قاعدة جماهيرية محترمة بسبب أعماله الكبيرة. استحوذ على شباك التذاكر لفترات كبيرة جدا ما بين السينما والمسرح، وكمان ثبت مكانته في الدراما، وهو الفنان الكبير عادل إمام. يوم 17 مايو سنة 1940 اتولد الزعيم عادل إمام في أسرة ريفية فقيرة بحي السيدة عايشة في القاهرة. تعود أصول عيلته لمدينة المنصورة بمحافظة الدهقلية. كان عادل إمام متعلق بوالدته جدا، وكان والده يعمل شاويش في الشرطة، اللي توفى سنة 1997 بعد معاناة كبيرة مع مرض الزهايمر. عادل إمام بعد وفاة والده انتقل إلى حي العمرانية في الجيزة، وبعدين المهندسين، ودرس في مدرسة الحلمية لحد ما اتخرج من كلية الزراعة في جامعة القاهرة. وكان من أقرب أصدقائه في الفترة دي الفنان سعيد صالح والفنان صلاح السعدني، اللي بدأت حياتهم الفنية مع بعض من مسرح الجامعة. قدر الزعيم عادل إمام يعمل تاريخ كبير من الفن، بداية من الستينات لحد 2012، وده الوقت اللي اتحكم على عادل إمام في غيابه بالسجن 3 شهور بتهمة الإساءة للإسلام. وبعدين قدر الزعيم يعمل استئناف على الحكم في نفس السنة وكسب القضية. أيام قليلة تفصلنا عن عيد ميلاد الزعيم الـ 84، واللي بتستعد ليه العيلة بشكل مختلف عن السنوات اللي فاتت، خصوصا ان الاعلاميه اسعاد يونس اعلنت انه هيتم عرض فيلم زهايمر للزعيم بمناسبه عيد ميلاده، وده من اهم الافلام اللي قدمها الزعيم في حياته المهنيه، خصوصا انه بيناقش مرض خطير بيصيب العديد من المواطنين، وكمان هتقيم العائله احتفاليه بمناسبه عيد الميلاد. لو رجعنا لتاريخ الزعيم عادل امام، هتلاقي من افضل الاعمال اللي قدمها في مسيرته الفنيه كانت من ضمنها الثنائيات الفنيه العديده اللي نجحت بشكل كبير، واللي كان ابرزها مع الفنانين سعيد صالح اللي شارك عادل إمام في الكثير من الأعمال السينمائية، بالإضافة لأحمد راتب ويوسف داود وسعيد طرابيك وخالد سرحان وضياء المرغني، ومن الفنانات لبلبة ويسرى اللي اشتركوا معاه في كتير من الأفلام. كمان عادل إمام لعب على الدور السياسي بشكل غير مباشر، وتولى بعض المناصب اللي بفضلها أصبح مشهور على المستوى السياسي. وفي عام 2000 تم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة، وبذلك أصبح معروفا على المستوى السياسي العالمي. الفنان عادل إمام كان بيتعرض للانتقادات وإثارة الجدل، وكان أكثرها من بعض الإسلاميين لاستهزائه ببعض الجماعات الدينية، كما في مسرحية الواد سيد الشغال ومواجهة التطرف الديني وتقديمه أدوار عن الجماعات الإرهابية، كما في فيلم الإرهابي وهجومه على ما يسمى الإسلام السياسي ويتهمه بالتحريض على العنف في فيلم طيور الظلام. كمان انتقدوا البعض لاحتواء بعض أفلامه على مشاهد خادشة للحياء حسب وصفهم، وتعرض لموجة انتقاد شديدة بعد استشارته من البابا شنودة عشان يقوم بدور قسيس في فيلم حسن ومرقص، وانتقدوا آخرون لنفس السبب، ولأنه حسب بعض المنتقدين لم يستشر الأزهر في أي من أعماله السابقة بشأن أدواره اللي يتم فيها تناول قضايا تخص التيارات الدينية الإسلامية. تاريخ كبير ممتلئ بالنكسات والانتصارات، بالمحبة والهجوم وبالقبول والرفض، ولكن في النهاية عادل إمام هو أيقونة سينمائية كبيرة صنعت تاريخ لابد من احترامه وتقديره. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك ما تنساش اللايك والشير وتدعمنا عشان يوصل لك كل جديد.